بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، القضية التشغيل هذه قضية كان الشغل على الأرض لمعالجة الأبعاد ديالها. 2016 تحدثت 39 ألف مقاولة، هذه الإحصائيات ديال لومبيك، في المراكز الجوية ديال الاستثمار فقط في إطارها 26 ألف. كاين مجهود وكاين ثقافة جديدة كتشكل ديال خوض الغمار ديال المقاولة. فاش نقول 26 ألف في المراكز الجوية للاستثمار، 39 ألف في المجموع العام، وفاش نقول بأن التجربة ديال المقاول الذاتي وصلت 30 ألف، ودابا حنا كنطرحوا 100 ألف، بمعنى كاينه سياسات على الارض في الخمس سنوات الاخيره. مناصب الشغل اللي تحدثت تجاوزت ال 520 الف في ال 15 سنه الاخيره، اكثر من 2 مليون، وهذا انجاز كبير. واحد من العناصر الاساسيه فيه الاستثمارات العموميه. فاش نقولوا بانه خصنا نحافظوا على معدل ديال الاستثمارات العموميه مرتفع، 180 185 186، ودابا غنوصلوا ل 190 هذا العام. علاش هذه الاستثمارات العموميه؟ لان كتجر مع المقاولات المحدثه، كتجر، كتعطي امل للمغاربه، وهذا انجاز. انا فاش نجي نقولوا احنا في بلد عندنا 2 مليون و17 الف اللي تحدثات في 15 سنه، هذا راه ليس رقما سهلا، لان كاين استثمار عمومي. والسنه الماضيه وصلنا نسبه انجاز كتفوق 75%، ومع هذا الاستثمار العمومي المجهود اللي دار في الاداء ديال الديون ديال المقاولات العموميه، وكيتشرط بالاداء ديال الديون ديالها للمقاولات الصغرى والمتوسطه، بحال المكتب الوطني للكهرباء كانت عنده اكثر من 2 مليار ديال الدرهم لفائده 1400 مقاوله. اذا كاين مجهود اللي جعل المغرب ماشي بالصوره اللي البعض كيحاول يصورها، فاش كيجي يقول و 7000 مقاوله افلست، وما كيقولش راه 39000 مقاوله تحدثت. ونفس القضيه، حنا المرجعيه اللي عندنا اليوم هي المندوبيه الساميه للتخطيط، واللي كتعطي ارقام. 2015 9.7% معدل البطاله، 2016 المعدل ديال البطاله 9.4%، ودابا الان فعلا كاين واحد 0.3 ما بين 2016 و2017 ديال الارتفاع. ولكن في هذه السنه راه اكثر من 100 ألف منصب شغل اللي تحدثات. وعلاش؟ لان كاين استراتيجيات قطاعيه في المجال الصناعي، وهذه هي الرؤيه اللي حنا كنشتغلوا عليها، ان التشغيل والوزاره الحديثه الحاليه هي وزاره الشغل، ولكن التشغيل هو سياسة أفقية، بمعنى داخلة فيه وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة ووزارة التجهيز ووزارة الطاقة والمعادن، التعليم والتكوين، الجميع. اللي يمكن تسألونا فيه واللي هو موضوع اعتمدنا الاستراتيجية، واش ما دار فيها حتى شي إجراء؟ لا. آخرها الإجراء اللي درتوه هنا الأسبوع الماضي وتصادق عليه، ديال أن بالنسبة للتكوين المهني أو اي خريج ديال اي نظام ديال التكوين ما نقولوش ليه بقى في العطله 6 شهور وهو عنده فرصه تدريب وتشغيل او عقد ديال التكوين من اجل الادماج، ويستافد من الاعفاء ديال الضريبه على الدخل في حدود 6000 درهم. وفي النظام السابق كنقول ليه بقى 6 شهور خصك تسجل 6 شهور في لانابيك عاجل. هذا تحل هذا المشكل. مشكل ثاني واللي ثبتته هذه الحكومه هو القضيه ديال التوظيف عبر المباراه. هذا انجاز تاريخي. واش كنعرفوا بانه 116 الف منصب ما بقاش هذاك اللي في الجبل ولا في القريه بعيد ب 1000 كيلومتر ولا في تنغير كنقول ليه اجي ودير الاعتصام هنا وداركم يبيعوا الارض اللي عندهم ولا يتسلفوا ولا شي حاجه باش تبقى هنا؟ راه المعيار باش تدخل الوظيفه العموميه هو العصا اللي كليتي في الدار ديالك. لا، ولا المعيار هو تكوين ودخل دير المباراه. ازيد من 2000 مباراه ولاو المغاربه الان، يكون في تينغير ولا يكون في سيدي بنور ولا يكون في فاس ولا يكون في الحسيمه ولا في قرسيف ولا في اي مكان،
كيعرف لوائح المترشحين ولوائح الناجحين وكيوجد، وهذا الشيء كيرفع الجوده ديال الاداء، وهذا انجاز. هذا انجاز دارته الحكومه ديال العباس الفاسي في القانون اللي مر هنا في البرلمان، واللي جينا حنا نفذناه، واللي غادي نواصلوا التنفيذ، واللي لا خرقناه خصكم تجيو تحاسبونا عليه، لان الدستور واضح. الولوج الوظيفه العموميه مبني على الاستحقاق والكفاءه، هذا هو الواقع، وهذا انجاز، والحمد لله المغرب به غادي يتقدم. القضيه الثالثه اللي طرحات، وهي الاجراء الاستراتيجيه في الشق ديالها الجهوي والترابي. فعلا الان كحكومه مشينا في الاتجاه ديال تحويل الجانب المالي للجهات، هذا العام نوصلوا 5.2 مليار درهم، وغادي تطرح الامكانيه ديال التوظيف على مستوى الجهات، وهذا مسار غادي نمشيو فيه، زائد عقود برامج مع الجهات، بحال عقود برامج مع الجهات الجنوبيه الثلاث، وهذا ايضا غادي نمشيو فيه. هذا هو البعد الجهوي، انجاز كبير. وكاين بعد اخر اللي ما خصناش نغفلوا عليه، وهو البعد ديال انظمه الوساطه اللي غادي تحسن، واللي الان دار ليه مخطط وباغي نشتغلوا من اجل تطويره، وهذا انجاز حتى هو اللي بدا هذه حوالي 10 سنوات، والان راه وصلنا فيه الارقام داله، راه 70,000 مغربي في البرنامج ديال الادماج سنويا، وفي البرنامج ديال التاهيل 15,000، وهذو جوج برامج قويه وليست بسهله. ختاما حنا التزمنا انه في الاجراءات الاستعجاليه غادي تعقد اللجنه الوطنيه للاستثمارات، انعقدت وصادقت على 67 مليار درهم، ودارت الاليه ديال التتبع. التزمنا بتسريع اجراء المباريات من بعد المصادقه عليهم. شكرا في قانون الماليه، وان شاء الله نمشيو فيه. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا على المساهمه ديال